مساء الخير مشاهدينا من استديوهات التلفزيون الأردني وحلقة من برنامج بيت للكل، نتحدث من خلالها عن إحياء القضية الفلسطينية في الوعي والوجدان للشباب العربي. فاسمحوا لنا أن نتحدث ضمن هذا الموضوع مع سعادة النائب الأردني الدكتور بلال المومني، وهو أيضا رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الأردني. أهلا ومرحبا بك سعادتك. أهلا فيك أخت لانا، يعطيك ألف عافية وبارك الله فيك. أكيد يعني الآن هذه الأفعال اللي أصبحت يعني أمام العالم أجمع رسخت في الوجدان والوعي للجيل والشباب العربي، وذلك من خلال إعادة إحيائها في عقول وتفكير وذهن الشباب والأجيال العربية القادمة. مدى تأثيرها وأيضا كيف نعمل على إعادة إحيائها وترسيخها في الوجدان الشباب العربي؟ تفضل. بداية بشكرك ويعني بشكركم على هذه الإطلالة حقيقة، وهذا دائما نحن متعودين في التلفزيون الأردني على أنهم يكونوا دائما حاضرين، خاصة أنه نحن اليوم منعيش مع إخواننا الفلسطينيين معاناتهم في هذه الإبادة الجماعية اللي يعني بيتعرضوا إلها أشقائنا الفلسطينيين. وإحنا في الأردن دائما يعني تعودنا نكون قريبين من أي شيء يحدث على الساحة الفلسطينية، سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. اليوم إحنا أمام مصطلح وحيد لما يتعرض له أشقائنا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وهو مصطلح الإبادة الجماعية. صحيح. حقيقة أنا لي تحفظ كثير على مصطلح الحرب، يعني الحرب لا تنسجم مع ما يتعرض له أشقاء. الحرب لا تنسجم مع بين من يطالب بحقه في الحياة ومن يريد أن يهدر هذه الحياة بشكل الوسائل. أطراف النزاع غير متعادلة. غير متعادلة. فأنا يعني مصطلح الحرب لا أتفق معه مع ما يحدث، وإنما يعني هو المصطلح الذي يجب أن يتم التعامل معه هو مصطلح الإبادة الجماعية. اليوم إحنا على مدار تقريبا 30 عام العالم بيحاول يعني أن يحصر القضية الفلسطينية في بعد واحد فقط، وهو البعد الفلسطيني. وكان هذا يعني أنا بعتبره كان المقتل إلى قتل القضية الفلسطينية. نعم. لأنه بالأردن إحنا نتعامل مع خمس أبعاد للقضية الفلسطينية. صحيح. أبعاد كثيرة. أبعاد نعم. كثيرة. يعني غير البعد الفلسطيني في عندنا البعد الأردني. نعم. إحنا في الأردن نعتبر القضية الفلسطينية شأن داخلي، قضية أردنية. صحيح. بالإضافة للبعد العربي القومي والبعد الديني، وما ننسى البعد المهم جدا وهو البعد الإنساني، اللي يعني اليوم ما يحدث اليوم، وهذا البعد اللي أنا راح أتكلم فيه اللي بيعاني منه أشقانا، وهو البعد الإنساني. صحيح. لأنه هذا لا ينسجم أبدا لا مع مبادئ ولا مع قيم ولا أعراف إنسانية. هذا الهدر إلى كل ما ينبض بالحياة على الأرض الفلسطينية، وأنا هم بركز على مصطلح الأرض الفلسطينية، لأنه إذا كنا نتوقع أو نعتقد بأنه هذا الذي يحدث فقط في قطاع غزة هو الحالة اللي يعني أشد كارثية في قطاع غزة، ولكن أيضا الضفة الغربية اليوم تتعرض. صحيح. كما سقط شهداء في قطاع غزة، سقط شهداء آخرين في الضفة الغربية، وأعداد بالمئات. ولا تجزئة بين قطاع غزة والضفة الغربية. ولا تجزئة. فأنا بعتبر من الأمور اللي ممكن تأثر سلبيا حتى، وهذا الشيء اللي يجب أنه نخلق فيه حالة من الوعي الشمولي لدى شبابنا وأمتنا العربية، والتركيز على مفهوم العربي، لأنه ما يحدث لا يميز بين عربي مسلم أو عربي مسيحي، الكل مستهدف الآن. اليوم اللي القتل والإبادة اللي بتعرض لها أشقائنا الفلسطينيين هي شملت الجميع. صحيح. فالكل متوحد في مواجهة والمعاناة من الإبادة اللي عم تحصل. اليوم احنا امام حالة جديدة من الوعي، انا برأيي، خاصة واحنا بنعرف بانه النشاط الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الوسائل اللي اثبتت انه لها ايجابيات كبيره جدا في يعني على الاقل اظهار المعاناه الحقيقيه اللي بيعاني منها خدمتنا في طوفان الأقصى. طبعا خدمتنا بشكل كبير جدا، نقلت المعاناه الحقيقيه. انا كنت قلق امبارح بسمع اخبار انه خدمات الانترنت تغيب بالكامل عن قطاع غزة، لأنه هذه الخدمة كانت هي الناقل الحقيقي لما يحدث من معاناة، وهذه الصورة الإيجابية اللي احنا كنا دائما نرجوها من وسائل التواصل ومن خدمات الإنترنت بكل صورها. فاليوم احنا أمام حالة جديدة، كنا خايفين على جيل الشباب اللي أعمارهم ما دون 20 عام،
انه يعني ينسى القضيه يعني بالضبط او تضيع القضيه من اذهانهم. اليوم اللي صار على الرغم من كارثته وحجم معاناته الا انه اعاد احياء القضيه، وانا بشكرك على هذا اللي اشرت له بهذا الموضوع، بانه اعاده احياء القضيه الفلسطينيه في حتى في اذهاننا احنا اللي اعمارنا يعني صحيح. دخلنا فيه صحيح. بعد الأربعين وبعد الخمسين صحيح. يعني كنا بحاجه، وكانه احنا في لحظه من لحظات عانينا من غياب القضية الفلسطينية، وكأنه القضية الفلسطينية وأرجع فيك إلى ما تحدثت فيه انحصرت بالبعد الفلسطيني في وقت من الأوقات. اليوم أعادت إحياء القضية في أبعادها الرئيسية الثلاثة اللي هو البعد القومي، البعد العربي، والبعد الإسلامي، والبعد الإنساني العالمي. هذه الأبعاد اللي إحنا بلحظة من اللحظات افتقدناها، واللي اليوم أعادت ما يحدث هذه الإبادة الجماعية أعادت إحيائها من جديد. نعم. سيدي الكريم، نتحدث عن الأردن والشباب الأردني، وعندما نتحدث عن فلسطين يعني الطفل الذي يتوفى أو يستشهد في فلسطين هو طفل أردني نعتبره طبعا. الآن نسير في الشوارع الأردنية، الشارع الأردني، الشباب الأردني أصبح هنالك حتى في مدارسنا، الأطفال في الروضات في المرحلة الأساسية في المدارس الأردنية، الكل يتحدث عن فلسطين صغيرا وكبيرا. هذه الأجيال الآن الأردنية الآن تم إحياء فعلا الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية، هل هذا يشكل خوف ورعب لدى الجانب الإسرائيلي والدول أيضا التي تساعد إسرائيل في هذا الموضوع؟ للأسف يعني بالتأكيد للأسف من أيام الربيع العربي أصبح التركيز، وكأنه كل حدا فينا مهتم في شأنه الداخلي، ويعني مش الكل بيتعامل بنفس الجدية مع ما يحدث من إبادة ومن قتل ومن اضطهاد ومن إرهاب في الأراضي الفلسطينية، وخلينا نتعامل في مصطلح الأراضي الفلسطينية لأنه هذا يشمل الجميع. صحيح إحنا في الأردن كنا على تماس مباشر دائما، ولكن لدى العديد من الدول الشقيقة كان في فتور باتجاه التعامل مع القضية الفلسطينية، تفاوت يعني بشكل متفاوت. في بعض المواقف من الأشقاء يعني كانت ترفع لها القبعة احتراما وإجلالا، ولكن البعض كان يعني وكأنه بوجه رسالة أنه هذا شأن فلسطيني، إحنا شو دخلنا. للأسف وهذه المشكلة الكبيرة، لأنه أنت أمام عدو، وأمام عدو صهيوني، أمام نظرة متوحشة جدا، ومن بدأ بغيرك لن ينتهي إلا بك، وهذا هذه الأمر موجود في عقيدة هذا العدو اللي يعني بيتعامل مع أشقائنا بوحشية وعدم ولا إنسانية مطلقة في كافة صورها. في الأردن حقيقة أنا بظل أقول دائم، وهذا بثقافتنا موجودة، القضية الفلسطينية موجودة في ثقافة الأردني. بالنسبة للأردنيين ما كان في يعني ممكن ما حدث الآن فداحة الإرهاب اللي قاعدين نشوفه، الألم اللي بيعاني منه أشقائنا، يعني خل هذه القضية تعود بشكل قوي جدا، ولكن هي موجودة في الأساس لم تغب. وحتى يعني احنا في خطاباتنا، في كلامنا الرسمي، في كلامنا الشعبي على كل المستويات، القضية الفلسطينية كانت حاضرة يعني، وبحضرني بهذا الأمر حتى خطب العرش، خطب جلالة سيدنا دائما كانت القضية الفلسطينية هي العنوان الأبرز، لا يوجد خطاب لجلالة الملك يخلو من القضية الفلسطينية. وهون اللي برجعنا للقاعدة الأساسية، بأنه القضية الفلسطينية بالنسبة للأردنيين هي شأن أردني، هي شأن داخلي أردني. إذا ما حلت هذه القضية بالشكل الذي يجب أن تحل فيه، لن يكون هناك يعني انهاء الاستقرار في منطقة كاملة. ودائما جلالة الملك، احنا متفقين على الخطاب اللي بيصدر من جلالة سيدنا، بانه حل الدولتين، القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. هذه العناوين المضامين الأساسية بالخطاب المتواجدة دائما في الخطاب الرسمي، وهي متواجدة في ضمير وجدان الأردنيين. سيد الكريم، كمان يعني نريد أن نذكر أيضا بأنه جلالة الملك كان في أكثر من محفل دولي، عندما يذهب كان يأخذ معه الشباب الأردني، وكان يتحدث في هذا المحفل عن القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني. الآن نأتي وحضرتك رئيس يعني لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الأردني، كم اهتمت فعلا مناهجنا الأردنية
سواء كانت في المدارس سواء كانت في الجامعات الأردنية، في ترسيخ القضية الفلسطينية في أذهان وعقول الشباب الأردني على مقاعد الدراسة سواء كان في المدرسة أو الجامعات. مناهجنا كم تضم أبواب وفصول كثيرة بين طياتها تتحدث عن القضية الفلسطينية؟ والله إحنا اللي يعني بهذا الخصوص، وأشكرك على هذا السؤال، لم تغيب القضية الفلسطينية عن مناهجنا حقيقة. ممكن كان في بعض التحفظات بزخم ذلك، ولكن هي موجودة، يعني في التربية الإسلامية موجودة، في اللغة العربية موجودة، في التربية الوطنية. لما نتكلم عن التربية الوطنية موجودة هذه المناهج المتعلقة. لكن هل بالزخم اللي إحنا بدنا إياه؟ اليوم إحنا نتكلم عن القضية الفلسطينية ضمن مرحلتين أساسيات. القضية الفلسطينية والمنعطفات اللي دخلت فيها قبل اتفاقيات السنة، والقضية الفلسطينية والتأثيرات اللي طرأت عليها بعد اتفاقيات السلام. ما هو المستجدات أو التطورات اللي أحدثتها هاي الاتفاقيات اللي انقضى عليها زمنيا تقريبا 30 عام اليوم احنا نقول. هذه 30 عام إيش الانعكاسات أو الانعطافات الإيجابية؟ للأسف إنه اليوم لم نجد ولا أي إيجابية واحدة لاتفاقيات السلام طرأت على القضية الفلسطينية. الدولة الفلسطينية لغاية الآن لم ترى النور. العدو الصهيوني ما زال يمارس شتى أنواع الإرهاب اتجاه أشقائنا الفلسطينيين. المقدسات والمقدسات الحقيقة أنه كان للوصاية الهاشمية على المقدسات دور إيجابي، وكأنه بدون الوصاية الهاشمية اللي أصبحت يعني هي الدرع الواقي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في 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 الأراضي الفلسطينية. هذه الوصاية أثبت بأنه هي قد تكون هي فعلا هي الدرع الواقي لهذه المقدسات. وعدم يعني على الرغم من محاولات الصهاينة تدنيس هذه المقدسات، يعني انتهاك حرماتها، إلا أنه ما زالت تشكل الوصاية الهاشمية درع واقي لها المقدسات حقيقة. لأنه لغاية هاي اللحظة ما زالت الدولة الفلسطينية اللي احنا كلنا بننتظر على أحر من الجمر انها تكون دولة بكافة معطياتها بكافة أركانها دولة قائمة، إلا أنه إسرائيل لا تلتزم في المواثيق ولا تلتزم في الاتفاقيات. كنا احنا كثير متطلعين بإيجابية بأنه اتفاقيات السلام ستحدث أثر إيجابي بالنسبة لنا للعرب، وما عندنا مشكلة بالنسبة للإسرائيليين، إلا أنه هذا العدو هذا الكيان لا يرى إلا نفسه في أي اتفاقية أو في أي في أي مواثيق. بهذا الأمر وخاصة بعد الانتهاكات الأخيرة وخاصة بعد الإبادة الجماعية اللي بتعرض لها أشقائنا في قطاع غزة، احنا في لجنة التربية والتعليم النيابية كان لنا لقاء قبل أسبوعين مع مركز تطوير المناهج، وأشرنا إلى موضوع القضية الفلسطينية وضرورة التركيز عليها كمنهاج مستقل تدرس إلى أبنائنا في المدارس. واليوم احنا خطينا خطوات في هذا الموضوع. أن نعود كما كان في السابق، نتذكر يعني سعادتك سابقا يعني من عشرات السنوات كان هنالك كتاب خاص منفرد كتاب القضية الفلسطينية. موجود في المدارس بكافة مراحلها التعليمية وأيضا في الجامعات. حتى نتذكر نشيد يعني كنا أطفال صغار، فلسطين داري ودرب انتصاري. نعم. وهذا بدل على كم القضية الفلسطينية إحنا كدولة أردنية منرسخها في أذهان أطفالنا وشبابنا. نعم. الأردني. نعم. سعادتك، أنا في موضوع الأجيال والشباب، كيف يمكن يعني نوجه كلمة للشباب الأردني؟ كيف يمكن دعم الصمود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية ونصرة إخواننا في فلسطين؟ ماذا بإمكان الشباب أن يقدموا؟ الوعي. نعم. يجب أن يكون الشباب الأردني والشباب العربي على مستوى عالي من الوعي، ونعرف بأنه القضية الفلسطينية ليست قضية متعلقة بالفلسطينيين فقط. صحيح. القضية الفلسطينية متعلقة بكل ما هو عربي وبكل ما هو مسلم وبكل ما هو إنساني. نعم. هذه الأبعاد الرئيسية للقضية الفلسطينية يجب أن نتمسك فيها حقيقة، وما نرضى أبدا بمحاولات البعض تقزيم هذه القضية على أنها قضية هي متعلقة بالفلسطينيين وهي مشكلتهم يحلوها لوحدهم. لا، لن تحل القضية الفلسطينية إلا بجهد أردني عربي مسلم وبجهد عالمي. يجب أن تتشكل حالة من الوعي، بحيث هذا الوعي عند الشباب يشكل حالة عامة
لدى الشباب العربي واللي ممكن يخلق حالة من الوعي عند العالم كله. اليوم احنا قاعدين بنشوف تفاعل عالمي على مستوى الشعبي اليوم العالم كله، وهذا الامر كان انطلقت شرارته من عمان على فكره. نعم. اول يعني واسمحي لي اتطرق لهذا المجال، يعني بالمستوى الشعبي والمستوى الرسمي، من اول يوم من 7 اكتوبر عندما يعني بدات هذه الاباده الجماعيه. نعم. جلاله الملك بدا جولات عالميه وعلى كافه العواصم والدول المؤثره بها، وكان له وخلق حاله من الوعي بانه ما يحدث على الارض الفلسطينيه مش عمليه حرب، انما صحيح. هو عمليه اباده بين من يقاوم عن ومن يدافع عن حقه في الحياه. نعم. ومن يعني يحاول سلبه. نعم. ذلك الحق. نعم. المسيرات اللي بدات في عمان والمدن الاردنيه وكل نواحي الاردن انتقلت عدواها الى إلى كافة دول العالم. هذه الحالة برأيي الوعي اللي تشكل لدى الشباب الأردني في الأردن بداية ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق حالة من الوعي في الدول العربية وفي العالم أجمع. اليوم إحنا أمام وعي كامل في حق الفلسطينيين، حقهم في دولتهم، حقهم في حياتهم. سلب الحياة اليوم لما نسمع إحنا تقريبا من 70-80% من ضحايا هذا العدوان الصهيوني، من ضحايا الإبادة الجماعية هم من النساء والأطفال. إحنا أمام عدو لا يرحم، أمام عدو لا يمت للإنسانية بصلة، أمام عدو يحاول ممارسة الكذب بأبشع صوره. نعم. حتى يعني يبرر رواياته. نعم. في هاي الإبادة. على موضوع الرواية سعادة النائب، كيف يمكن لهذا الجيل العربي، نتحدث عن الشباب الأردني أيضا، وأنت تعلم بأنه نعم. عندما نريد أن نواجه فكر علينا أن نقدم فكر مضاد له. نعم. الآن كيف يمكن أن يستخدم الشباب وسائل يعني التواصل الاجتماعي بطريقة تسوق الرواية الحقيقية للحق الفلسطيني؟ نحن لا نريد تشويه ولا تزييف ولا تكذيب، نحن نظهر الحق، وهذا حق تاريخيا وحق دينيا وحق صحيح. في كافة جوانب الإنسانية والحضارية. كيف يمكن لهذا الجيل أن يستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي لنصرة إخواننا في فلسطين؟ في نقل الرواية الحقيقية. نعم. في إظهار الصورة الصحيحة. نعم. ولغاية اليوم بكل الروايات اللي بنسمعها من إعلامنا العربي حتى الإعلام الأجنبي، احنا لا شك انه الامام امام حاله من الوعي العالمي حقيقة. كل العالم الان اصبح يدرك بانه الفلسطيني هو يدافع عن حياته، يدافع عن حقه في أرضه. الفلسطيني هو من تم سلبه حريته، ومن تم سلبه حياته، ومن تم سلبه أرضه. والطرف الآخر هو المعتدي. اليوم حكيت لك قديش هو الأمر خطير جدا وقديش الخسارات فادحة، إلا أنه ساهمت ولو ساهمت بهذه الإيجابية، وهي إظهار الوجه الحقيقي. نعم. إلى الشعب الفلسطيني والوجه الحقيقي إلى الطرف الآخر. نعم. وهم الصهاينة. حتى اليوم نجد أن هناك من اليهود من يتبرأ من أفعال الصهيونيين اتجاه أشقائنا الفلسطينيين. هذه الحالة أنا برأيي يجب استغلالها في كافة. نعم. وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. نعم. بإظهار صورها العميقة. اليوم تشكلت حالة كبيرة من شبه الوعي بحق الفلسطينيين. أنا برأيي هذا الأمر أصبح نقطة إيجابية إن إحنا كعرب بشكل عام. نعم. حتى نعم. نكون داعمين قويين. نعم. لأشقائنا الفلسطينيين، وعدم حصر القضية الفلسطينية بس بالفلسطينيين. أكبر سلبية ممكن تكون بهذا المجال إنه نقول والله هذا شأن فلسطيني وإنما وليس شأن عربي أو شأن إنساني، وأن ما يحدث في غزة هو منفصل عن الضفة الغربية، لا فصل ولا تجزئة بين غزة لأنه بنفس الوقت التي تمارس به الإبادة الجماعية في قطاع غزة يتم مبارسة القتل في مدن الضفة صحيح. الغربية صحيح. في جنين وفي نابلس وفي غيرها يعني. نعم. أنا أود أن أشكرك سعادة النائب الدكتور بلال المومني، وحضرتك أيضا رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الأردني. شكرا لحضورك في برنامج بيت أشكرك. يعطيك ألف عافية. بارك الله فيك. شكرا.